طيب الاتحاد بيستعد ازاي لانطلاق الموسم الجديد؟ كلنا شفنا الرابطه عملت قرعه الدوري وشفنا مباريات الدوري وترتيب المباريات، والاهلي هي اول مباراه ليه ان شاء الله مع النادي الاسماعيلي، وبننتظر الفتره الجايه نلعب في اسماعيليه، نلعب في اي مكان ما عندناش اي مشكله، لان احنا نفسنا نلعب مباراه العوده في القاهره ايضا، لقاء الدور الثاني نفسنا نلعبه في القاهره، ما نسافرش ونلعب مباراتين في اسكندريه او في اي مكان، لكن في النهايه هنشوف القرارات الخاصه بالمباريات خلال الفتره اللي جايه. لكن قدامكم على الشاشه دي قرعه الدوري العام وايه اللي تم بالنسبه لقرعه الدوري العام، ولكن عايز اتكلم على الاتحاد ازاي بيستعد للموسم الجديد بخصوص لجنه الحكام. في بعض المعلومات كده جات لي من بعض المصادر بالنسبه لمعسكرات الحكام اللي بتتم خلال الفتره الحاليه. انا سالت وحبيت افهم بالنسبه لموضوع معسكرات الحكام في الفتره اللي فاتت ايه اللي كان بيتم. عرفت ان اقصى عدد ممكن يوصل له اي معسكر لحكام كان بيبقى حوالي مثلا 30 حكم، لكن الحكام اللي تم اختيارهم للمعسكر الحالي في احدى الفنادق هنا في القاهره وبيضم حكام القاهره والجيزه وحكام من محافظات اخرى وصل لحوالي اكتر من 50 حكم. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، حكام القاهره والجيزه مفيش مبيت، يعني ما بيباتوش في الاوتيل في الفندق في المعسكر وبيروحوا بعد الساعه 3. طب سالت قبل كده لما كانت بتتعمل معسكرات كان بيتم نفس النظام؟ قالوا لي لا. طب هل المعسكرات بيتم فيها شرح نظري وعملي؟ يعني مثلا في محاضرات بتحصل في الغرف المغلقه او غرفه اللي فيها المحاضرات من خلال الشاشه البروجيكتور مع شرح عملي في الملاعب او في الملعب اللي موجود في الفندق او المعسكر؟ اتقال لي ايضا لا، هو جلسه محاضرات نظريه من خلال كتيب، في محاضر سعودي موجود مع الحكام وبيشرح لهم ايه اللي بيحصل بخصوص بروتوكول الفار والامور المتعلقه بتقنيه الفيديو. طب في شرح عملي في الملعب؟ لا. طب الحكام بتخلص اليوم بتاعها الساعه كام؟ قالوا لي الساعه 3. طب ما لازم يكون في تدريب في الملعب ولازم يكون في شرح عملي في الملعب. لا مفيش، ده الحكام كمان بيروحوا بعد الساعه 3 وهم حكام القاهره والجيزه. طب ده هل استعداد بالنسبه للحكام في الموسم الجديد؟ يعني كلنا متفائلين خير ونبهنا وطلبنا فكره يكون موجود خبير اجنبي، وايا كان الاختيار المبدأ بالنسبة لنا إن يكون في خبير أجنبي عشان المنظومة تتطور ويكون في أداء أفضل الفترة اللي جاية. ولكن الأداء العملي اللي بيتم داخل المعسكرات أو استعداد اللجنة أو تشكيل اللجنة على أرض الواقع مش مديني تفاؤل إن إحنا هنشوف استعداد جيد للمنظومة التحكيمية. أنا مش مطمن بصراحة، بتكلم بأمانة. والأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة في بعض مباريات قطاعات الناشئين، ما هي لجنة الحكام الرئيسية هي المسؤولة. واللجنة لما تم تشكيلها استمر عدد من اعضاء اللجنه السابقه مع مارك كلاتنبرج، يعني استمر الكابتن تامر دري، الكابتن احمد ابو العلا، الكابتن محمد فاروق، دول استمروا، والكابتن احمد ابو العلا زي ما هو مدير لجنه. طيب كان في مباراه بين الاهلي والاتحاد السكندري مواليد 2005 او 2006 اعتقد، كانت بتتلعب في اسكندريه. كابتن احمد ابو العلا مدير اللجنه نسي يبلغ حكام المباراه، الفريقين راحوا الملعب، الاهلي سافر اسكندريه وتفاجئ ان مفيش حكام، وعشان احمد ابو العلا يتدارك الموقف كلم احمد جمال الحكم السكندري عشان يجي يدير مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. والمشكله دي على فكره قلبت الدنيا جوه اتحاد الكوره، لان مدير اللجنه من بدايتها ينسى يبلغ حكم في مباراه مهمه تحت 17 سنه او 16 سنه في قطاع الناشئين، دي صعبه جدا دوري جمهوريه. تبص كمان على معسكرات الحكام في ازمه، لان العدد كبير، المحاضرات ليست على ما يرام. فوجئت ان كمان مارك كلاتنبرج، والكلام ده من حكام دوليين بقى على فكره، مارك كلاتنبرج ما يعرفش عدد من الحكام الدوليين بيقابلهم في المعسكرات لسه لغايه دلوقتي بيتعرف عليهم، لسه ما يعرفهمش. يمكن هو بس اكتر اتنين قريبين منه حاليا في الفتره الحاليه، يعني الكابتن ابراهيم نور الدين والكابتن محمود عاشور، يعني ابتدى يعرفهم كويس ويتكلم معاهم كتير حتى في المعسكرات اللي تمت خلال اليومين اللي فاتوا. لكن باقي الحكام الدوليين فوجئت ان هم حتى بيقولوا لي في ناس، يعني في ناس مننا وما يعرفهاش لسه مش عارف اسامينا. فالاتحاد اتحاد الكوره الفتره الجايه اتمنى يركز شويه في ملف التحكيم، واي نواقص عند مارك كلاتنبرج اتمنى يتم استكمالها قبل انطلاق الموسم الاسبوع اللي جاي. احنا عايزين التجربه تنجح، واحنا حاربنا على ان يجي خبير اجنبي يطور المنظومه، ولكن تطوير المنظومه مش الراجل هيقوم بها لوحده، ولو هو مقصر الاتحاد يشوف في تقصير ولا لا. ما هي الفكره، مش جبنا خبير اجنبي فيوم ما تحصل اخطاء تحكيميه احنا عملنا اللي علينا وجبنا خبير انجليزي. لا، القصه بالنسبه لنا مش كده. في الحق انك تطلب حكام اجانب وده متاح لكل الانديه، وقبلها باسبوعين طبقا للائحه،
لكن احنا اللي يهمنا ان المنظومه التحكيميه يتم تطويرها بشكل كويس. اللي بيحصل في معسكرات الحكام حاليا شيء ما يديش طابع او انطباع ايجابي ان اللي جاي هيبقى كويس، لان الامور الفنيه لسه مش مظبوطه. الحاجه الثالثه والاخيره في موضوع الحكام، ودي جزئيه مهمه جدا، مارك كلاتنبرج لما قال مش عايز حكام فوق السن كان قرار نهائي بالنسبه له، واتعمل اختبارات اللياقه البدنيه لحكام الدرجه الاولى، والكابتن محمود عاشور ما نزلش وما اختبرش. فوجئنا بعدها بفتره لما اتعمل اختبارات اللياقه البدنيه لحكام الدرجه الثانيه، فوجئنا ان الكابتن محمود عاشور موجود في ملعب جهاز الرياضه وبيعمل اختبارات بمفرده بعد اختبارات حكام الدرجه الثانيه. طب الراجل كان رافض، مين اللي سمح واستاذن وطلب ان محمود عاشور ينزل؟ طب هو قال مش عدي الحكام فوق السن، طب نزل عمل اختبار اللياقه البدنيه ليه؟ ما هو مش هيديله ماتشات، وموجود في المعسكر الحالي ليه؟ ما الراجل قال انا سياستي كده، وقال ده في فيديو على فكره، في فيديو موجود على صفحه اتحاد الكوره، قال الحكام اللي فوق السن هستبعدهم سواء قايمه دوليه او حتى الموسم المحلي. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. ودلوقتي الراجل بقى عارف محمود وبقى عارف ابراهيم وبيقعد مع الناس، وفي حكام تانية لسه مش عارف. اتمنى بس الامور دي يتم تداركها خلال الفتره اللي جايه، لكن اي اخطاء هتحصل محدش يطلع يقول ما احنا جبنا خبير اجنبي وعملنا اللي علينا، لا، اعمل الواجب بتاعك كله صح، مش تجيب خبير اجنبي وتسيب التفاصيل اللي ما بين السطور لسه فيها ازمات، واللجنه لازم تعاد تشكيلها من جديد وتيجي ناس جديده ويتعين مدير اللجنه مكان احمد ابو العيله. الموضوع ده انا بتكلم فيه بقى اكتر من 6 شهور ومصر عليه عشان المنظومه التحكيميه تتظبط خلال الفتره اللي جايه.